11 مليون فتاة مصرية فوق سن 35 عاماً لم يخضن تجربة الزواج ويدخلن تحت مسمى العنوسة. هذا هو الرقم الأحدث الذي يوضح حجم المشكلة التي تهدد مؤسسة الزواج في مصر، والتي أدت لزيادة بعض الظواهر غير المقبولة اجتماعياً ودينياً، مثل ظاهرة الزواج السري والعرفي والإصابة بأمراض نفسية. ورصدت الدراسات والتقارير الصحفية أن ارتفاع الأسعار والضغوط الاقتصادية جاءت في صدارة الأسباب التي تعوق عدد كبير من الشباب في التفكير بالزواج. في ظل هذا الواقع، برزت مجموعة من الحلول المقترحة للحد من تزايد نسبة العنوسة بين الجنسين، أبرزها قبول فكرة تعدد الزوجات اجتماعياً، والتي تمثلت في مبادرات تدعو لقبول التعدد بدلاً من تعدد علاقات الزوجة غير الشرعية، إلى جانب تسهل المجتمع في قبول تخفيض تكاليف الزواج من مهور وتأثيث السكن. المبادرات التي تدعو لقبول التعدد والتي تقودها في الغالب سيدات حظيت بتباين كبير بين اتجاهين، أحدهما يرفض قبوله والآخر يرى فيه حلاً لأزمة الفتيات، وإن أدى إلى تعمق أزمة الرجال ممن سيواجهون منافسة غير عادلة من أزواج يرغبن في التعدد. فهل تجد مبادرات قبول تعدد الزوجات للرجال صدى في المجتمع أم يرفضها الواقع ليبقى الحال كما هو عليه؟ زوجة مصرية شايفة للقضاء على العنوسة إنها تطلق دعوة تقول فيها لكل زوجة مصرية ما تخلي جوزك يتجوز واحدة تانية، تقضي فيها على فكرة العنوسة، تحلل بدل ما ينتشر أو تنتشر بعض السلوكيات اللي بيمارسها بعض الأزواج. مش هضيع وقتكم، معايا اتنين فضليات. الأولى هي صاحبة المبادرة رانيا هاشم، برحب بيك اولا استاذه رانيا، والثانيه ضيفتي العزيزه اللي بتشرفني دايما في البرنامج دكتوره براءة جاسم، استشاره الطب النفسي والعلاقات الاسريه. اهلا بحضرتك. في البدايه استاذه رانيا، عاوز اعرف من حضرتك ايه عنوان المبادره، ليه اطلقتيها، ورد فعل جوزك واولادك؟ طيب، هو انا دايما ببتدي بالبداية ديت عشان أوضح بعض النقط. أنا ما قلتش جوزي جوزك، أنا ما قلتش زوجي زوجك، ولا زوجي زوجك، ولا شرابي شرابك. لا يمكن هقول الكلام دوت منطقيا، مش هينفع أقول لواحدة روحي جوزي جوزك. تمام. طيب، الموضوع كان إيه؟ الموضوع أساسه زي الكتاب. ما أنا لو مسميها الحملة زوجي زوجك كنت هعمل كتاب بنفس اسم الحملة اللي بيروج لي، ده ماركتينج وايز من غير أي حاجة. طيب، أنا دلوقتي الحملة اسمها التعدد شرع ورحمه. اللي حصل إن هي بدأ من سنة 2015، في سنة 2016 جاني أكتر من رسالة من زوجات، بما إني كنت بتكلم عن التعدد وبذكر إيجابياته، بما إنه حكم شرعي ورد في القرآن فبدور على إيجابياته، لأن أنا عايشة في مجتمع مصري زي أي واحدة مصرية، التعدد قهر وظلم ومهانة وامتهان، وما فيش واحدة تقبل وما فيش واحدة. طيب، طالما ان هو كده ازاي الله عز وجل يقر؟ طيب، ما كان نسخه زي ما حاجات كتيره اجتماعيه تم نسخها، زواج الاخ باخته، بعمه المراه باخت المراه، وي وحاجات كتيره تم نسخها كانت موجوده ومتقبله. هو الزواج باخت المراه مسموح، لكن اذا توفت بالطلاق او توفى. نعم. لا، ما هو النسخ ان هي كان مقبول. لا، عشان انا بس حتى لا يفهم يجمع من بعض. ما بينهم حتى لا يفهم ما بين المراه وعمتها وخالتها واختها ما الى ذلك. نعم. طيب، انا دلوقتي قدام حكم شرعي فبشوف ايجابياته. شفت ايجابياته عن طريق ايه؟ البحث الواقعي المنطقي اجتماعي حضاري تاريخي. هل التعدد بس في الاسلام، وهو الاسلام بس اللي اتكلم عليه، ولا هو فطره عند الرجل نفسه والاسلام جه بيقنن او بيحدد او بيحط اطار للرجل على حسب فطرته او امكانياته اللي الله عز وجل عارفها وبيقول له دي حدودك. ده الموضوع كله بالنسبة لحملة التعدد شرع ورحمة. هي مجرد مبادرة من شخص واحد، يا جماعة أنا واحدة ست زيكم، لا أنا جارية
ولا انا مش مثقفه ولا انا مش سيلف اندبندد وومن واقدر اشتغل لا انا كل دوت بالعكس انا عندي تحديات خاصه بيا موجوده نظرا للبسي نظرا لمنهجي نظرا لرؤيه الناس دلوقتي لاي حد لابس نفس اللبس دوت والمعوقات لا الحمد لله ما حد مش واحده ضعيفه مش واحده بتدور على ظل راجل زي ما كلهم بيقولوا لا ده حد بيشوف فين الحقوق لكل فرد في المجتمع عشان انا قبل ما اطلب حقوقي كانثى كامراه هشوف حقوق الرجل انا مشيت كتير ورا المؤسسات الاهليه والخيريه والحكوميه المطالبه بتمكين المراه والمطالبه بحقوق المراه لقيت ان ظلم المراه زاد العنف الاسري زاد التحرش اللي حضرتك لسه زاد طريقه تعامل المراه بمنتهى المهانه في المجتمع المصري اللي المفروض ان هو متدين بطبعه زادت طيب ده ايه السبب القوانين موجوده لكنها لا تفعل طب إيه السبب؟ السبب ان الموضوع من جوه الراجل نفسه الراجل كل ما بيلاقي عليه تقييد بيبقى لكل فعل رد فعل مساوي له في القوه وايه مضاد له في الاتجاه انا دلوقتي بتمنع عني كل شيء حلال وانا رغبتي بتقول انا عاوز خلاص انا مش هقدر اتجوز تانية وقدامي وان تايم شوت بس انا قدامي مره واحده اللي هتجوزها فبروح اختار البكر الصغيره المتعلمه فبالتالي الفئات التانية نسبها بتقل في ان هي تلاقي زوج طيب هي على فكرة الست مش محتاجة رجالة بقى وانت كده متخلفة ورجعية وجاية لنا من ورا مش عارفة ايه وكده اللي حضرتك لسه قايله من التحرش اللي بيحصل حتى من دكاترة الجامعة مع طلبة او حتى من ناس مسؤولين او عاملات نظافة او غيره بتدل على ان الفئة الاجتماعية لا تمنع نظرة الرجل للمرأة في رغبة الله عز وجل قال له رغبتك بالزواج المرأة كيان مقدس هلا بس على التحرش تحرش ظاهرة عالمية موجود في كل دول العالم ما هدي فترة ما احنا بنتكلم على يعني فترة أنا عالمية أنا هو احنا ما بنتكلمش على الإسلام على مصر طيب ما نحددهاش فعليا لو انت أطلقت الدعوة من سنتين تمام حتى الآن هل تزوج زوجك بواحدة أخرى؟ طيب برضو خليني أتكلم تاني أكيد أستاذة براءة بما إنها استشاري نفسي فهي عارفة الفرق ما بين راصد الظاهرة والمتورط في الظاهرة لا أنا مش عايز كلام علمي لا أنا لازم أتكلم كلام علمي لأن أنا لما هتكلم أنا لازم ما أنا عايز برضو إجابة على أسئلتي أنا مش طالعة أطلع نفسي بطلة ولا ضحية لا مشكلتي لا مش مشكلة رانيا أوكي. بس انت عارفه الواحد لما بيطلق دعوه ما هي دي شخصنه لا شخصنه هقول لك في القران أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم حضرتك تقدر تسالني هل تقبلي بهذا الامر هل اقبله اقبله ده حدود حضرتك وحدود اي حد تدخل في اللي هي الزون بتاعتي لكن انا زوجي مين انا متزوج ولا لا انا الكلام ده مش بقوله لسببين دايما بقولهم واحد عدم شخصنة الأمور ثانيا أنا مش ست ضعيفة اللي هي اللي دايما يقولوا تحط حد هو اللي يدافع عنها أنا لوحدي الحمد لله بفضل الله بفضل الله غير ما أي حد يعرف أي حاجة أو يتدخل في حياتي الشخصية قادرة أقوم بقضية اللي يهمني فيها تصحيح التوجه أو الرؤية لي الأبناء ما بعد كده ما بقولش حد يتجوز ولا متجوزوش أبنائك موافقين بناتي إحنا تربيتهم ولا هما لسه صغيرين هما لسه صغيرين 11 و9 وما فيش طيب هروح لدكتورة براءة جاسم رأيك إيه فيما تقوله أستاذة رانيا هي قدمت الأسباب اللي دعتها لإطلاق هذه الفكرة أنا تهت معلش اسمحي لي تهت منك قوي ما عشان الاهداف كتير لا مش واحده بس ما هو انا لما يبقى عندي حمله يبقى عندي هدف محدد حضرتك قلتي وانا متفقه معاكي على فكره التعدد شرع والتعدد رحمه وكل اللي حضرتك تحت امرك مفيش مشاكل تمام. يعني انا ما بختلفش معاكي في النقطه دي بس ما فهمتش برضو ايه الحكمه لان احنا دخلنا في تحرش ودخلنا في اندبندنت ومش اندبندنت واولادي وشخصنه وعدم يعني انا دلوقتي اتلخبطت جامد جدا حضرتك عندك حمله معينه تمام بتقولي ان التعدد شرع ورحمه اوكي وقلتي ان انا عايزه ابين للمجتمع مميزات هذا التعدد تمام لغايه دلوقتي ما سمعتش ولا مميزه انا بسمع بس حاجات
يعني سمعت حاجات كتيره، بس لا هو ما سالنيش ايه الايجابيات عشان اقول له الايجابيات. لا انا كامراه في هذا المجتمع. اوكي، ما هو انا دلوقتي بناقش حضرتك، دلوقتي احنا بنتكلم في ايه؟ بس ناخدهم نقطه نقطه عشان ما هي نقطه نقطه، لازم اقول لك نقطه نقطه عشان انت ما تتوهيش مني، وعشان المصطلحات زي ما انت قلتي ما تتدخلش جوه بعضها. رقم واحد، انا لو كنت بتكلم مع استاذ محمد انا مش بس كنت بتكلم عن الحمله، لكن برضو كنت بحاول اوضح صوره مغلوطه موجوده في الاعلام عن الحمله وعن صاحبه الحمله، ودخلنا في اتهامات وتجريح شخصي ليا ولمن معي. حضرتك رديتي على ده؟ فكان ده طبيعي ارد عليها، وحضرتك ما فهمتيش يمكن عشان انت مش ملمه باللي بيحصل معايا، لكن سواء الجمهور او استاذ محمد قادر يتواصل عشان عارف اللي بيحصل. ده رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك بتقولي ايه هي الايجابيات؟ انا ما شفتش اي ايجابيات انت لسه قلتيها، فعلا لان لسه ما حدش سالني فين الايجابيات. لا انا بسال حضرتك. طيب اديهم ولا لا؟ انا سالته من شويه. رقم واحد عشان بس ما نتوهش فنركز. خلاص مفيش اي مشاكل. رقم واحد، احنا لما بنتكلم على فرص المطلقات والارامل والمتاخرات في الزواج من الزواج حاليا، لان احنا دلوقتي عندنا اللي هيقول ان في نسبه عنوسه في الرجال مش هرفض دوت، بس الرجال ليهم حاجات تانية لازم ان احنا نكون عارفينها. انا هستاذن حضرتك عشان خاطري بس ما تقوليليش الحاجه وبعدين ما انا كده هستفيد هم بيقولوا ايه. لا انا عايزه ايجابيات تعدد الزواج. يعني طيب انا دلوقتي حضرتك بتقنعيني ايجابيات تعدد الزواج بس أنا من غير ما تقوليلي بيقولوا ايه. انا مش بقنع على قد ما انا بسرد الموجود. لا ما هو واحد خلاص خليني بقى اتكلم. لا ما هقولك على حاجه، طالما قلتي انا عندي حمله اوكي بايجابيات، طب خليني بقى انا لازم اطرح النقاط بتاعتي الايجابيات في الحمله بتاعتي واقول لك ايجابياتها. طيب. واحد اثنين ثلاثة، فما تقوليليش اللي بيقولوا، انا عايزه الاجابات من حضرتك عشان انا افهمها. رقم واحد، محاوله للتصدي لظاهره العنوسه اللي موجوده في مصر. رقم اتنين، محاولة ان احنا نصحح وجهة النظر للزوجة الاولى اللي جوزها بيتجوز عليها بالفعل، ان هي مش مقصرة، ان هي تبطل جلد ذات، وان زي ما بيقولوا عنها ان هي مش مالية يعني ولا لا، طبعا العيب مش فيها، تبطل جلد ذات لنفسها، الموضوع كله فطرة جوه الرجل. فحضرتك شايفه؟ طب انا عايزه واحده بقى، انت قلتي الايجابيات ادينا اهو ثواني بس طب خلينا كمل. هو الرجل هيعدد علشان ننقذ العوانس في المجتمع. ينقذ العوانس؟ لا، نجد فرص مش العوانس، متاخرات عن الزواج والمطلقات اللي ليهم اطفال او والارامل اللي ما لهمش عائل. احنا لسه حاليا على فكره احنا في الزمن اللي احنا فيه عدد الرجال وعدد النساء مش يعني متساوي تقريبا. تمام، وانا كنت هرد على الكلمه ديت وحضرتك قلتي لي لا ما تقوليليش. لا ما هي احنا بنتكلم في العنوسه. انا عايزه ايش يقولوا. لا ما انا خليني بقى طب اردك بقى. لا ما حضرتك ما تقوليش، انا الشخص اللي بره الموضوع عايزه افهم من حضرتك. اوكي، ما هو انا بقول العنوسه احنا دلوقتي عندنا عدد الرجال وعدد النساء متساوي. طيب اذا مشكله العنوسه ملهاش دعوه بان السيدات اكتر او الرجال اكتر، هي مبدئيا. فاحنا عايزين مبدئيا انا يعني معترضه. طب خليني اقول لك، هل كل النساء او كم نسبه النساء عشان ابقى يعني دقيقه اكتر، كم نسبه النساء او الفتيات اللي ما بيبقاش في الكالندر بتاعهم او البلان بتاعهم ان هم ما يتجوزوش، نسبتهم قد ايه من النساء اللي ما بتبقاش عايزه تتجوز؟ مش فاهمه السؤال. يعني ايه كم نسبه الفتيات تعزف عن الزواج بالظبط؟ لكن تعالي شوفي كم، بلاش هي ما فيش نسبه، بس هتلاقي قد ايه شباب بيعزفوا عن الزواج موجودين لحد دلوقتي. شباب ذكور يقول لك انا مش هتجوز نهائي. كم نسبه الشباب اللي بيرغب ويطمح ويعني عايز اقول لك بيجري عشان يتزوج من جنسيه غير المصريه؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن المصريين والمصريات، عاوز يتزوج من الخارج عشان يحسن وضعه، عشان يغير ثقافات، عشان دي نسب. قصاد كل واحد من الرجال او الشباب لا يريد الزواج لاي سبب من الاسباب من مصريه، قصادنا مصريه لا يوجد زوج. استاذه رانيا حضرتك في موضوع تاني. لا في موضوع تاني. ما هو معلش انا لازم تكوني ملمه كله عشان تعلقي، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. لو كان الهدف هو علشان العنوسه وحل مشكله العنوسه تمام،
لو انا راجل وعايز اتجوز واحده تانية، مين قالك ان انا اتجوز واحده تبقى مطلقه ارمله عندها عيال؟ جوازي التاني انا رايح ادلع نفسي. صحيح، وانا اكلمك بس ده كلام حضرتك، مش أكلم كل ثقافة الناس الرجل. لا لا لا، ثقافه انا ليه النهار قاعد مع رجاله، وانا ليه النهار بديني وليه النهار رسائل قاعد مع رجاله متجوزين تاني وتالت؟ طب وانا ليه النهار هو يقول لك انا رسائل. عشان ليه ارفعها وهمها اخرها يعني لو معاها عيل وليه وعنده مواصفات شكليه أيوة. قويه بتنسف فيها الزوجه الاولى يعني هنموت مطلقه والامه ما تتجوزش تاني؟ لو انت هتطلق الدعوه بهذا الهدف النبيل أيوة. وهو هدف نبيل صحيح. أيوة. صحيح. عايز اقول لك الراجل مش هيروح لل وليه لا بيروح لما يكون قصاده اكتر من فرصه ان هو يتزوج هيروح. الزواج ليس له هدف. انا كرجل انا رايح احل مشكله عوانس ومطلقه، انا مالي الراجل في رساله هي هو مش رساله، هو الرجل لا يؤدي هذه الرساله، هو مش رايح ينقذ العوانس والمطلقات. وهو احنا ليه بنفترض في الرجل الانانيه؟ انا ضد تسميه العانس، يعني انا لا اؤمن بهذه التسميه، بس هنستخدمها لان المجتمع خليها متاخرات في الزواج عشان عانس يعني. طيب حد وقت بقى للدكتوره براء، اتفضلي. الدكتور براء هي اللي بتناقشني. ماشي ماشي، عشان بس نوضح. لا أنا لان انا عندي كمان اسئله بالنسبه لك. انا متفقه مع الاستاذ رانيا، التعدد شرع، يعني انا لكت هذا مع النص بالزبط. وان كان شرعا او مباح المقيد زي ما بيقول اهل الفقه بالظبط. بس انا مش فاهمه ليه انا محتاجه اطلق مبادره، يعني الطفل الصغير على فكره مسلم مسيحي يهودي اي حد في الدنيا عارف ان التعدد هو حاجه شرع في الاسلام، فانا ليه محتاجه اطلق مبادره اقول فيها المعروف الشيء المعروف؟ حضرتك قلت دلوقتي برضو ان هي الرجل لما بيروح بيتجوز من اخرى او ايا كان ما بيروحش عشان يؤدي رساله، هو بيروح علشان عنده نقص ما او في مليون الف سبب، منها ان هو عايز يتجوز، عايز زي ما حضرتك قلت جزء منهم بيبقى عايز يدلع نفسه، مش هدفه ان انا لا انقذ مطلقه ولا انقذ عانس ولا اعمل كل الحاجات دي. مش انا مع الاستاذه رانيا، اتجوزي لو انت موافقه، جوزي اللي هي اللي عايزه تبقى زوجه ثانيه او ثالثه لو هي موافقه، هي حره طبعا. الزوجه الاولى لو هي موافقه ان زوجها يتجوز عليها دي حره، طالما انا بأطالب، انا بأطالب بحريه الاخرين لازم احترم الرغبه دي. لو هي موافقه ان هي تبقى زوجه تانية او ان جوزها يتجوز عليها وجوزها موافق والزوجه الثانيه موافقه والزوجه الثالثه ورا كلهم مبسوطين وفرحانين، خير وبركه تمام، مفيش اي مشكله، انا معاكي 100% وانا بدافع عن حقك في انك تعملي شيء مش حرام اوكي طالما دي رغبتك. ولكن تعالي بقى نتكلم ان احنا بنقول لا اصل احنا عشان ننقذ عوانس، اصل عشان المراه ما تجلدش نفسها، اصل عشان كل دي قشور ما دخلناش في الاسباب الحقيقيه. وطبعا حضرتك الاستاذ محمد قال لك هتوافقي او ما توافقيش او ترضي ان زوجك يتجوز، فقلت لا دي حاجه شخصيه انا مش عاده انا لما بنادي بشيء فانا ما عنديش مشكله، لان حضرتك ليه خايفه ان تقولي لا جوزي مش متجوز عليا او متجوز عليا علشان النظره، خليني ارد علشان النظره الدونيه براءة في حاجتين. هو متجوز على حضرتك؟ انا برضو لا طبعا. لا انا قصدي هل هقول لحضرتك ثواني حضرتك قلتي حاجتين. نفسيتك انا نفسيتي طبعا اقبل، بس انا هرد على الاستاذه في حاجه، هي بتقول لي ان اهدافك غير واضحه، لا اهدافي واضحه، وان الزواج او التعدد شرع وكل الناس تعرفه، كل الناس تعرفه، لكنه مجرم عرفا ومحرم اجتماعيا، تم تنفير النفس منه سواء من كل الاطراف، عدم وجوده هو الاولى. انت اللي هتتجوزك الثانيه دي طمعانه في فلوسك، زبون اللي التانية دي خطفت رجالة وخربت بيوت، الأولى ما هياش مالية يعني هي ناقصة، هي ما فيهاش اللي هو عاوزه، أو لازم تكون مريضة أو ما بتخلفش أو لازم يكون فيها عيب. إحنا عملنا تجريم وتحريم اجتماعي لحكم موجود كل الناس عارفة أنه هو شرع، بس شرع عرف. أنا أسفة جدا أن حضرتك مش شايفة دوت هدف كفاية أن أنا أقيم ليه مبادرتي، بس أنا شايفة بقناعاتي الشخصية وحريتي اللي كفلها لي سواء الشرع والقانون والدستور أن أنا أتكلم عن شيء في ديني تم تنفيره للنفس كل الستات حتى يعني منهم الملتزمات، ده حقي. حضرتك مش شايفة أن أسبابي ديت جود انف او كويسه؟ طيب لا، بعيدا عن استخدام المصطلحات الانجليزي، طيب عايز اقول لحضرتك بس هي لحظه، هي قالت المطلقات والارامل. لا انا عندي ناس بتطلب مطلقات وارامل، ولولا ان انا قايله اكتر من مره انا مش خطبه وما بجوزش حد، بيجيني بالظبط بالنص
انا عايز ارمله عندها اطفال او مطلقه عندها اطفال، انا مش محتاج حب او كده، انا مراتي مكفياني. طيب. عايز اقول لحضرتك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه والسلام عندما جاء اليه زوج ابنته سيدنا علي، سيدنا يا ريت نجيب نص الحديث من البخاري على الشاشه ونعرض السببين. في حال وجود علتين للرفض للناس، يعني ما لا ما انا مستنيه، الرسول لم ينكر ما احله الله، بس خلينا بقى، ولكن قال انا لا اقبل ده لابنتي. طيب بالظبط، خليني بس ايه، احنا قبل ما ننكر ونناقش نجيب النص للناس تقراه وتشوف ان في سببين تم ذكرهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مش سبب واحد، انه مش هيجمع ما بين بنت ابو لهب بالظبط، بنت فرعون الامه وبنت نبي او رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني ما كان يؤذي فاطمه فهو يؤذيني. طيب انا عندي السببين، إذن ليه هو بركز على سبب واحد وبسيب الثاني؟ استاذه رانيا، اذا يؤذي فاطمه، لان السيده فاطمه كانت اشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابو حبا للنبي، وكان ايضا ابو، وكان ابو زوجة، احنا كمان بس، وكان ابو خطيبه او من سيتزوجها سيدنا علي، من اشد الاعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. يؤذي فاطمه، يؤذي فاطمه لانها تحت اباها، ولكن ليس لتحريم الحلال. دكتوره براء، وانت بتقعدي مع السيدات وازواجهم ايضا، بتشوفي ان السيده المصريه اللي بتتردد على مركزك وعيات عندها قابليه لحاجه زي كده؟ لا، ما عندهاش قابليه لحاجه زي دي طبعا، ما زالت ترفضها، وقليل جدا اللي هتلاقيها اللي ممكن تقبل بالوضع ده نتيجه البرمجه اللي احنا تعرضنا. صحيح صحيح، لا انا معاك في ده، هي فعلا برمجه، هي فعلا لو حضرتك نشاتي في بيئه ان الزوجه ان يبقى في زوجه تانية وثالثه عادي، هتكبري هتلاقي ان ده العادي وتتقبليه، ولو نشاتي ان ده مش كويس هتقبلي طبعا. يبقى لا احنا متفقين ان ده نتيجه برمجه، ده اذا المراه المصريه المتردده على مركزك بتارى حضرتك من مشاهداتك انها بترفض ده. طبعا النفسية. بترفض ده صحيح. ولو اتجوز عليها جوزها ليه، هل لا تزال تعتبر ده خيانه رغم انه هو اتى بفعل شرعي؟ بتعتبره خيانه وبتعتبره طعنه كبيره، لان هي زي ما الاستاذه رانيا كمان اتكلمت في الاول، ان هي بتبتدي تحس ان هي مقصره وانها بتجلد ذاتها، وليه انا مش ما قدرتش اسعدك، وليه سبتني، وليه رحت لحد تاني. هي بالنسبه لها ما زالت خيانه حتى لو اللي عمله شرعي. جميل جدا حضرتك، بتستشهدي بكلامي اللي انا بحاول اغيره. انا بدير الحوار عشان اخد اجابات. طيب لو المراه دي اتجوز عليها جوزها بيبقى افضل لها تظل على ذمته، ولا اللي هي الزوجه الاولى، ولا بتطلب الطلاق؟ لو هي سعيده وراضيه بالوضع تتقبل، ولكن يا استاذ محمد احنا عايشين في مجتمع ينظر للمراه نظره دونيه، زائد ان المراه معتمده على الرجل، المراه من غير رجل لا شيء، لازم رجل وظل راجل وظل حيطه، فبتقبل بالامر الواقع، فبتقبل وبتسكت وبتقول لك خلاص، على امل ان يرجع في يوم من الايام. ايا كان طبعا، ايا كان ما بيفرقش، فبتسكت. هنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل التليفونات، البرنامج هتكون متاحة أمام حضراتكم للتواصل مع ضيوف الأعزاء، أستاذة رانيا هاشم صاحبة المبادرة التعدد شرع الله بتصحح الاسم وليس جوزي جوزك، والدكتورة براء جسم. نطلع فاصل. لم تأتي رانيا هاشم ضيفتي بجديد، التعدد شرع الله نصا في القرآن، مرفوض اجتماعيا، انت ترفضيه، انا اتحفظ عليه، استند لحديث سيدنا النبي للتحفظ على زواج سيدنا الامام علي بامرأة اخرى على ابنة سيدنا النبي ستنا فاطمة، ده كله متاح. سايب الفقرة بقى لحضراتكم اللي ليها طبعا امرأة ورجل عايز يجري مداخلة أو كده، نزلوا يا شباب التليفونات على الشاشة والتعليقات متروكة لحضراتكم. دكتورة براء جاسم، نفسيا تركيب النفس للمرأة، المفروض تركيبها النفسية للمرأة المصرية زي أي امرأة في العالم، بتقبل ده أو النفس ترفضه؟ نفسية المرأة ترفض أن جوزها يعدد عليها؟ طبعا نفسية المرأة ترفض تماما جوزها يعدد عليها، إلا لو في عندها خلل نفسي يعني. طيب عايز أسألك سؤال، يعني عشان بس الأسئلة تبقى رايحة وجاية، هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يقر شرعا
بالتعدد، وهو ضد، وهو عارف طبيعة المخلوقة اللي خلقها. علشان كده ربنا قال لنا ان احنا لو هناخد خطوه زي دي لازم المراه تعرف، لازم نخيرها ما بين انا عايزه ارتبط ببني ادمه تانية او عايزه اكمل معاكي، اختاري تحب تكملي معايا او ما تكمليش معايا. وانا طبعا مش متخصصه في الدين، ولكن هستخدم عقلي بعض الشيء، هو منحها وأقول ده في إن عقد الزواج لو عايزه تشترك بالظبط، زائد ان ده بيؤكد لي ان الحاجات دي معموله لاسباب قهريه، ان هو مقنن، مش اللي هو انا خلاص قررت هصحى الصبح اصلا انا زهقان مش مبسوط مش هروح اتجوز واحده تانية يعني معايا. فهو لا، ربنا عالم بنفسيه الست فقننوه وقال لك اديها الخيار. ومعنى ان نفسيه الست لا تقبل التعدد يبقى ربنا فعلا حكمه بشروط، عكس انا سمعت استاذه رانيا بتقول لا هو مش محكوم بشروط، عادي اي حد يقدر يتجوز سواء في اسباب مش هو أسباب اي حد يقدر اي يتجوز يتجوز يقدر يعني، بس يعني قانونا كمان غير لا قانون، احنا ما بنتكلمش قانون وشرع، احنا بنتكلم يعني اكيد في اسباب قهريه اللي تخليك تقدر تتجوز حد تاني. طيب بس اكيد كمان على عندها اتفضلي عندها الحريه في الاختيار وتقول او لا. بس لو هنتكلم هقول لحضرتك على حاجة، الأستاذة رانيا دايما بتستشهد وقالت في الأول تركيبة الرجل والبيولوجية بتاعت الرجل، ده كلام صحيح تركيبة الرجل وإن هو البيولوجي بتاع يعني بيولوجيكلي البيولوجية بتاعت الرجل إنه تميل للتعدد، بتميل للتعدد بس الأسباب كتيرة لازم نرجع لها الأول. الأول بتقول بس الأستاذة رانيا بتطرحه خطير قوي 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 قوي. هقول لحضرتك إيه الخطورة. أنا على فكرة أنا معاكي التعدد وزي الفل واللي عايز يعدي اللي بتطرحه. طيب هقول لك لحضرتك هي بتقول النقطة الخطيرة، ما هقول لحضرتك إحنا ليه بنشوف تقول بس علشان أسمع حوار بليز بس خليني بس أقول النقطة وحضرتك كملي النقطة. لا 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 لازم حضرتك قلت أستاذة رانيا حضرتك قلتي بيولوجيا دي تركيبة الرجل، وأنا هقول لك بيولوجيا على مدار السنين دي مدارس، لكن لما اجي اقدم العلم لازم اقدم لك العلم بطريق صحيح واقول لك مدارس. في مدرسه بتقول ان منذ الخليقه الرجل لو جوز 100 واحده مثلا بيخلفه، هو بيخلف هيخلف 100 واحد. المراه لو عددت هتجوزت 100 واحد مثلا فتقدرش تخلف غير واحد وتستنى 9 شهور ونعرف ده ابن مين والى اخره. فغريزه الرجل في البقاء وفي الحفاظ على اسمه كلما زاد منصبه، احنا بنتكلم دلوقتي علم نفس. البيولوجيكلي كده، بس لانه البيئه برضو عملته كده، يعني هي البيئه شكلته فخلت الموضوع بقى بيولوجي. الخطورة في اللي حضرتك بتقوليه، وده أنا مشكلتي الوحيدة في الموضوع، مش الخطورة إيه مباشرة؟ الخطورة إن العلم دلوقتي بره بيقول لك إن الشذوذ بيولوجي أيضا، الشذوذ الجنسي، ولكن هل ده معناه إن هو تمام نعمله؟ ما العلم بيقول لك إن الشذوذ الشاذ يخلق شاذ، يولد شاذ، يبقى ربنا بيولد الشخص شاذ والبيولوجي بتاعته كده وربنا بيعاقبه على شذوذه أيضا؟ قصدك تقول إيه؟ قصدي اقول ان ما ينفعش ناخد ده كمثال ان البيولوجي بتاعت الراجل في حاجه اسمها انا بجاهد نفسي، يعني انا البيولوجي بتاعتي بتقول ان انا اعدد واروح اجري ورا الغريزه بتاعتي. طيب يا ريت ممكن ما ده غلط كده، انت بتقلل من شأن الرجل. حضرتك اثرت النقطه دي انت وليه الرجل ثواني لا ثواني ثانيه واحده حضرتك رائعه انا لا 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 ثواني ليه الرجل ما يترد عليهم والا احنا اللي بنضرب الموضوع عقائديا. يلا علشان اخد تليفونات. المرجعية للبيولوجية بتاعت الرجل لينا ما يسمح له وما لا يسمح له المرجعية الدينية، فقد حلل الله التعدد وحرم الشذوذ. لحد هنا استاذة رانيا ليه الرجل لا يجاهد نفسه؟ لا يا استاذة رانيا انت اديتني الفرصة ولما استني على طول الإجابة. ليه الرجل لا يجاهد نفسه وبشر الصابرين ويستنى حر العين؟ ما هي جهاد ان هو أربعة يا حبيبة قلبي، ما ده جهاد ان هي أربعة بس هو قادر على واحدة. يا استاذة رانيا أول ما سألت هل تختلف نفسية المرأة المصرية عن باقي النساء؟ قالت لك لا طبعا. بعد كده قالت ان نفسية المرأة ترفض ده، في حين ان احنا عندنا مجتمعات بتقبل دوت ونفسية المرأة تقبل. لا لا ما احنا منين دي بترفض ومنين دي بتقبل، وفي نفس الوقت بنستشهد بالشيء ونقيده. خلينا شوية بنتكلم بلوجيكلي. التنشئة والبيئة هي اللي هي النفسية. ما يا استاذة رانيا بس تليفونات عشان ناس كثيرة. استاذة براء مدام ولاء فتحي معايا على التليفون وعملت مبادرة. مدام ولاء الو
الو استاذ محمد، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي، اهلا بيكي. انت حضرتك اطلقت مبادره ردا على مبادره التعدد شرع الله زي ما بتقول استاذه رانيا؟ هي مش المبادره دي بس، على المبادرات التي تهدم كل الاسر المصريه وبتهز كيان المراه. تعليقك وعلى كل ما قيل، مبادرتك اسمها ايه الاول؟ والله هي المبادرة متخذة من طريقة مقتل شجرة الدر كجارية من درتها أم علي بالأبئاب، اسمها مفيش غير الأبئاب. مفيش غير الأبئاب لمين؟ أيوة لكل من تسول نفسه أنه يهدم الأسرة وكيان الأسرة المصرية. كل من تسول له نفسه أنه هو يدخل علينا أفكار مرفوضة، كل من تسول له نفسه أنه يحط شعار الدين بدون رأي علماء الأزهر. بس أستاذة ولاء، مش التعدد مباح بنص قرآني؟ أنكحوا ما طاب لكم من النساء. تمام، ولن تعدلوا. ما فيش أي شرط رباني. ولن تعدلوا، ما قالش ولا تعدلوا، لن. ده أولا. طيب. ثانيا التعدد برأي علماء الأزهر له ضوابط وشروط، بس أنا مش مؤهلة إن أنا أتكلم في رأي الدين. إحنا معانا علماء من الأزهر في المبادرة بتاعتنا، هم اللي هيقولوا رأي الدين. هيترد عليك ويتقال لك هو لن يعدل، هو اللي هيروح النار وحسابه بقى، أنت مالك وماله؟ أستاذ محمد، أنا عايزة أستأذن حضرتك. المرأة المصرية مرأة بتقوم بأدوار كتيرة جدا. صحيح صحيح. وده ما ينفعش إن احنا نهد كيانها ونقول لها لازم تتقبلي إن زوجك يتزوج من امرأة أخرى. نعم. تمام؟ وبترفض وتتطلق. ده رقم واحد. رقم اتنين، زي ما حضرتك قلت، أي رجل بيحتاج يتجوز زوجة ثانية بيختار بنت صغيرة، وبتكون زوجته كبرت زي الخيل بتاع الحكومة على المعاش. أنا بقول لك واقع مرتوح. بالمناسبة لا أجمله يعني. لا هو ده واقع. أنا مع حضرتك اللي عندي. طيب. غير طيب. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة حضرتك، إن الدين له ضوابط، وعايزه ارد على نقطه صغيره، ان الرسول عليه الصلاه والسلام رفض ان السيده فاطمه قلنا إن سيدنا علي يتزوج عليها، بالرغم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لو فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب عايز اقول لحضرتك حاجه، وازاي هيرفض امر رباني اللي هو بوجوب التعدد؟ تعليقك على ما قالته ضيفتي استاذه رانيا، انت كده ترفضي مبادرتها؟ احنا مش انا، احنا مجموعه بنرفضها تماما، وعاملين من ضمن مبادرتنا ان كل راجل قادر ماديا انه يفتح بيت تاني يتبرع لشاب او لغير قادر على الزواج. نعم. ده رقم واحد. رقم اتنين، عاملين من ضمن مبادرتنا دكاتره واستشاريين اسريين وزوجيين هيعملوا دورات وندوات توعيه للمرأة بدورها، وازاي تتفهم نفسية الزوج، وازاي الحياة تكون مستقرة. أنا بشكرك مدام ولاء، الجملة دي كويسة. طب أنت ليه تدعوني أتجوز زوجة تانية على مراتي لحل لمشكلة العنوسة وفق الأسباب اللي حضرتك بتذكريها؟ طب ما تاخدي مني فلوس ونجوز بيها اتنين شباب. طيب. محتاجين. لا تعارض ما بين الاتنين، وبالفعل احنا بنقوم بدوت على فكره. يعني في نقوم بدوت مين؟ حضرتك عامله جمعيه؟ لا لا لا، في مؤسسات اهي بترد عليا، في هيئات، في حاجات كتيره، وانا لوحدي. لكن احنا انا بقول احنا مين؟ احنا مجموعه افراد لوحدينا كده. بلاش فكره انا لوحدي، نظريه الاضطهاد. لا لا لا، هي انت موجوده. خليني، لا لا لا، على مجتمع لازم نرد عليك. خليني ارد بس عشان الصوت من فضلي. يعني تمام، احنا مجموعه افراد بنعمل في الاعمال الخيريه، بالفعل بنقوم بتزويج الشباب الغير قادر او الفتيات اليتيمات، ده لا يعارض ده. انا من ضمن اهدافي العنوسه، وحاجه تانية رغبه الرجل اللي بتصرف في العلاقات المحرمه. هو الرجل هيعود عليه ايه لما هيجوز واحد تاني؟ الرغبه عنده هتقل مثلا؟
يعني واقعيا قول لي انت لا ابدا لم تقل بس طالما ان هي لم تقل انا بقول له بدل العلاقه المحرمه وتستطيع وعندك الرغبه والقدره ما تدرب نفسك ما انت متجوز واحده يعني ايه ما تجرب نفسك لا ما تدرب ما انا متجوز ما واحده تدرب طيب ما هو خلق وفطر على كده ما هو لو قادر يدرب نفسه عشان ياخد الشكل المثالي اللي المجتمع حبه هيعمل ده يا استاذه رانيا حضرتك خليني انا برد غلطات علميه لا طبعا كبيرة أنا قوي. لا 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 لا, 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 لا معلش حضرتك اللي كل يا استاذه رانيا فرضيه بتنفيذ بتقولي فرضيه وتنفيذ لا 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 حاضر حاضر يا رانيا عايزه ارجع بس للنقطه عشان الناس ما تفهمش غلط لا لا الكلام اللي كنا هي بتقول بيولوجيه الرجل بتقول ان هو يروح ينحرف فين ينحرف حضرتك بقول لك تعدد العلاقات وانت حضرتك طب نفسك نسمع بس ده حاضر لازم نسمع بعض اتفضلي دكتوره برا استاذه رانيا البيئه بتؤثر على البيولوجي والكيميكالز والهرمونز عندك نو لا احنا مش هنقلبها كده ما هو انا طب نسمع اصل احنا مش في الجدال كده لا كدا. لا ما هي ديبيت ما هو ديبيت لا لا ديبيت بس في احترام للقرار حبيبة قلبي يا استاذه رانيا اوكي انا معاك البيئه بتغير في الكيميكلز والهرمونز عند الشخص ماشي البيئه بتصنع من الرجل حاجه يعني دلوقتي بيقول لك لما السوشيال رول ثيوري يعني دور المراه بدا يتغير في المجتمع هي ابتدت تميل برضو للتعدد شويه يعني لاحظوا ان بقى في تغيرات هرمونيه وكيميائيه بعد ما نزلت الحياه وخرجت وبقت يعني زي الرجل في حاجات كتيره اذا احنا مش عايزين نطلق حمله الرجل ماشي كده عنده لحضرتك يا حبيبه اللي قلت مغالطه علميه جدا هل نزول المراه للعمل انت بتقطعي يا استاذه رشا هرمون الاستروجين في جسمها استاذه رانيا هرمون التستوستيرون في جسمها غير التفاعل الشهري طب لحظه بس عشان تكمل لا اصل الكلام فيه مغالطه نخليها تكمل كلامها ويتم اتهامي انا بذلك يا جماعه خلي دي استاذه ودكتوره ويعني هو انا جايه من لا معلش يعني سبحان انا الله. مش جايب حد قاعد كده على الكرسي اتفضلي استاذه رانيا الاكتئاب بيغير في كمية المخ ولا ما بيغيرش في كمية المخ؟ بيغير يبقى خلاص في حاجات معينة في البيئة بتغير في كمية المخ ما بصي أنا مش عايزة أدخل معاكي في نقاشات حاجات مسلم بها علميا ما قعدتش 900 سنة الواحد يدرس عشان نقعد أنا وأنت أقول لك حاجات مسلم ليه بها ليه لا ليه لا ما تقعديش عبد الرافع من المحلة خش عبد الرافع بسرعة بعديه رشا من القاهرة بعديه محمود من الإسماعيلية اتفضل عبد الرافع مساء الخير يا محمد بيه مساء النور حبيبي بحيي ضيوفك الكرام اتفضل يعني انا كنت يعني كنت بقول ان كان المفروض يبقى في راجل في القعده عشان يبقى الرد انا موجود انت بتشتني كده لا العفو انا اقصد ضيف العفو لا العفو بهزر يا عم ماشي انا اقول عايز اقول حاجه يا استاذ محمد لو سمحت دلوقتي انا 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 شايف ان دي ما هي الا فرقعه اعلاميه او رغبه في الشو لان انا عايز اقول حاجه هو الوضع الاقتصادي الحالي يسمح بالتعدد هو النهارده الراجل يعني النهارده لو تيجي حضرتك تبص بقى مين هم اللي بيتعددهم اللي هم الدعاه الجدد دول اكثر الناس اللي هم اصحاب اللحى واصحاب الجلباب القصير هم دول اللي بيتعددهم اشكرك عبد الرافع رشا من القاهره وصلت فكرتك رشا اتفضلي الو السلام عليكم صحة الله برحب بحضرتك وبضيوفك اهلا بيك اتفضلي رشا على طول على فكره انا ضد اللي هي المدام المنقبه اللي مع حضرتك استاذه رشا انا على فكره تجربه حصلت معايا شخصيا بعد 18 سنه جواز جوزك اتجوز عليكي جوزي اتجوز عليا واحده وبسببها انا دلوقتي مطلقه هل هي اللي طلبت طلاقك ولا انت اللي طلبت الطلاق لان هو تزوج طلبت الطلاق حضرتك لان هي بيعته اللي وراه واللي قدامه وعملت له كل الحاجات اللي تخرب البيت طيب وانت ليه ما وقفتيش جنبه بدل ما وخلاها هو يسيبها طالما طلعت وحش مرضيش بشكرك رشا محمود اسماعيليه اتفضل ازيك يا استاذ محمد ازاي حضرتك وتحياتي ليك ولاحدى الضيفات الموجودين مع حضرتك اشتقت جدا للي انا بسمعه كنت يعني بكل صراحه كنت اتمنى ان الحوار يكون ارقى وارفع من كده بكتير جدا علميا مغالطات كتيره جدا بتتقال واعتقد انها للاسف متعمده الموضوع ببساطه جدا 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 ان الوازع الديني يجعل من الانسان درء ووقاية من نفسه لأي تدخل خارجي أو مظاهر من تغيرات بيولوجية أو كل ما يقال لكن أنا يعني حبيت بس أسلم على حضرتك أنا مدخلاتي في التلفزيون قليلة جدا حبيت أسلم على حضرتك وأتمنى لك التوفيق وكنت أتمنى فعلا أن السادة اللي موجودين وضيوف حضرتك يكونوا
افضل من كده فعلا. هو طبعا فيهم انسانه محترمه جدا وخارج انسان محترم جدا واستاذه ضيفه انسانه مثقفه ومتعلمه، لكن انا اتمنى للمستمعين والمشاهدين يشوفوا حاجه ارقى لفتهم بجد. شكرا يا اشكرك استاذ محمود. احنا باقي لي دقيقتين، هديك دقيقه وهدي الاستاذه براء. يا ريت استاذه براء الاول. شو انا اللي بحدد عشان انت على يميني، قولي لي. طيب هو اتمنى ان موضوع زوجي زوجك ده يكون تم توضيحه بشكل واضح جدا جدا. بالنسبه للمغالطات العلميه وما يتم تاكيدها ان هي مغالطات علميه، ارجو ان يتم البحث من الدراسات الامريكيه عن بيولوجيه الرجل وتاثيرها بالبرمجه حتى يتم حسم هذا الامر لمن بيده الدراسات والاحصائيات الفعليه والواقع اللي احنا بنعيشه واللي بيثبت الخيانات والعلاقات المتعدده والمحرمه. فاحنا بنحاول ان يكون ده جنب ده. المبادره بتعمل على تحسين الحكم، الزوجه الاولى ليست ناقصه، الزوجه الثانيه ليست خاطفه، والزوج ليس خائن. دكتوره براء. لا ما فيش تعليق، كلامك انت معاكي وقتك. حظ اوفر للاستاذه رانيا ان شاء الله، ولو ده يسعدها ولو ده يسعد اي حد انه عايز يتجوز تاني وتالت وعاشر ومليون يتفضل يعمل ده طالما ده يسعده، لكن ما نفرضش افكار مسمومه على المجتمع. دي افكار انا شايفه انها مسمومه، وبعدين ما نجيش يعني طالما احنا ما عندناش فهذا لا يجوز. هي بقى حرة تتحمل اسم ما تقول. بالظبط. انا ما بتكلمش على الشرع ده. هي دلوقتي بتناقش، انا بتكلم على الحاجات العلميه اللي حضرتك بتتكلمي فيها. لو ده يسعد، بص الناس احرار. خلاص الناس احرار من حق الشخص، ولكن لا تفرضوا على المراه، ولا ما تقولش ان انا عشان احمي الرجل من الانحراف كانه عيل صغير. الرجل مش عيل صغير على فكره. والاستاذ اللي في الاخر قال ان الدين درع، فعلا الدين درع واقي، فليصبر وبشر الصابرين. انا مش هجري ورا نزواتي، استنى بقى الدور العين. ومن استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه لا وجاء. انا بشكر ضيوفي الاعزاء، استاذه رانيا هاشم صاحبه مبادره الشرع التعدد شرع الله، مش شرط وانا لازم احفظ اسم المبادره يعني. بشكرك طبعا على تشريفك، وبشكر ضيفتي العزيزه دكتوره براء جاسم على تشريفك. بشكر حضرتك. حلقتي انتهت معاكم، بكره حلقه جديده باذن الله تعالى من المصرف افندي في الساعه 10 بالليل. اشوفكم على خير، سلام عليكم.